السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير والتفاؤل والأمل والمحبة والحب والجمال والصفاء والنقاء بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا داخلين على الشهر اللي بيملى الدنيا كلها بركة وبتحتفل الدنيا كلها بيه، ربيع الأول، شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتكرر اللقاء بفضيلة الشيخ أحمد سمير الأزهري. صباح الخير، صباح النور، صباح التفاؤل، صباح البشاشة، صباح كل حاجة جميلة. صباح النور. طبعا مولانا اللقاء يتجدد بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإحنا عايزين نعرف كده، بما أننا الشوارع ابتدت تتجمل والدنيا ابتدت تبتهج بقدوم مولد رسول الله، فعايزين نعرف البشائر اللي يعني ربنا بشر بيها الأمة الإسلامية بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله الذي شرفنا وجعلنا من أمة سيدنا محمد. الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة. وبمناسبة أن احنا اخترنا العنوان للحلقات شكرا رسول الله، فالنبي علمنا عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث: من أسدى إلينا معروفا، يعني إذا شخص إذا إنسان مسلم أسدى إليك معروف، يعني تقول له جزاك الله خيرا. فالنعمة العظمى هي التي من الله علينا ببعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فلذلك أحببنا أن نقول شكرا رسول الله. شكرا رسول الله، شكرا رسول الله، نورت دنيانا. شكرا رسول الله، كنت نعم القائد والمعلم. شكرا رسول الله، يا سيد المتواضعين. شكرا رسول الله، علمتنا توحيد الله. شكرا رسول الله، جئتنا بدين الإسلام العظيم. شكرا رسول الله، جئتنا بمكارم الأخلاق. شكرا رسول الله، يعني انتماؤنا لك فخر، انتماؤنا لك عز. شكرا رسول الله، فمحاسن الأخلاق إن جمعت فليست غير سطر في كتاب محمد، ونفائس الأزهار إن نفحت فليست غير عطر من عبير محمد. فلتسمع الدنيا فقلبي قد شدا، فخري بأني عاشق لمحمد. فلتسمع الدنيا فقلبي غردا، فخري بأني خادم لمحمد. فإذا مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمد صلى الله عليه وسلم. هو رسول الله، هو حبيب الله. فلو بدأنا أولا نريد أن نعرف عمن نتكلم، يعني كما ذكرتي أنه خلاص اقترب علينا، يعني قرب علينا شهر ربيع الأول، شهر ربيع الأزهر الأنور الأعطر الأكرم. كل ذلك لأن هذا الشهر تشرف بولادة النبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا محمد هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن نزار ابن مضر ابن معد ابن عدنان صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هو النبي قال: لا ترفعوني فوق عدنان، يعني هذا إلى هذا إلى عدنان، هذا متفق عليه بين كل أهل السير والتاريخ. أما ما بعد عدنان فحصل فيه اختلاف، فالنبي قال: لا ترفعوني فوق عدنان. فهذا نسب طاهر شريف لا مرية فيه. لو نظرنا بعض العلماء لما تكلموا عن قصة المولد النبوي الشريف، وكثير من العلماء ألفوا، إن شاء الله سنتطرق بعد ذلك في الحلقات القادمة إلى يعني مشروعية الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، ونبين بعض الأشياء التي تثار، بعض الشبه التي تثار من تحريم الاحتفال بالمولد أو إحياء ذكرى مولده عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. هذا سنفرد له حلقة إن شاء الله تعالى. ف
فقال بعض العلماء ممن ألف في قصة المولد النبوي الشريف، لما حملت آمنة برسول الله حملت به أول ليلة من شهر رجب، عشية الجمعة، أول ليلة من شهر رجب. وكانت السيدة آمنة، وأنا أتعمد أقول السيدة آمنة لأنه بعض الناس والعياذ بالله كفروا أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم استنادا على بعض أفهام خاطئة. وأبوي النبي كان من أهل الفترة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والسيدة آمنة هذه المرأة الطيبة الطاهرة الولية أم نبينا عليه الصلاة والسلام، لما حملت بالنبي عليه الصلاة والسلام كانت ترى الطيور عاكفة عليها إجلالا للذي في بطنها، وكانت إذا جاءت إلى بئر لتستقي منه الماء كان يصعد الماء إلى رأس البئر حتى لا تمين، إجلالا وعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت تسمع تسبيح الملائكة، فذكرت ذلك لزوجها عبد الله فقال لها هذه كرامة للمولود الذي في بطنك، يعني معناه أن له شأن عظيم صلى الله عليه وسلم. ورأت في المنام رأت شجرة عليها نجوم زاهرة بينهن نجمة فاخرة قد علا نورها على الكل، قالت فبينما أنا ناظرة إلى حسنها وجمالها واشتعالها، قالت إذ وقعت في حجري في الرؤية. فلما ذكرت ذلك لزوجها عبد الله فقال لها قومي بنا إلى خليفة بن عتاب، هذا الرجل كان يفسر المنامات، فقال لها قومي بنا إلى خليفة بن عتاب حتى يفسر لك هذا المنام. فلما ذهبوا إليه قال لها الشجرة هي إبراهيم الخليل، والنجوم هم أبناؤه من الأنبياء، يعني إلى سلالته. قال والنجمة الفاخرة التي على ضوءها على الكل هي نبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم، وقد حملت به يا آمنة. بسم الله ما شاء الله. فبشرت به. ويوم ولادة النبي عليه الصلاة والسلام حصلت العجائب والغرائب، كل ذلك دليل على أنه حدث أمر عظيم في هذه الليلة. ألا وهي؟ أيوة، من الأشياء التي حصلت أن إيوان كسرى، يعني القصر الكبير تبع كسرى، هذا اهتز، حصلت له رجة وسقطت منه 14 شرفة، يعني الشبابيك. قالوا هذه دليل على نهاية ملكه بعد ذلك لما فتحت الروم. وغاصت بحيرة ساوة، هذه في العراق. صحيح. فجف فيها الماء كأنه لم يكن بها ماء. وخمدت نار المجوس، وكانت لم تخمد قبل، لم تنطفئ قبل ذلك بألف عام. صحيح. يعني حصلت العجائب والغرائب في يوم ولادة النبي عليه الصلاة والسلام. بل قال العلماء أن السيدة آمنة لما حان وقت بروز حقيقته المحمدية صلى الله عليه وسلم، كان عبد المطلب قد خرج إلى البيت، لأنه كان هو المسؤول عن البيت الحرام، فكان قد خرج إلى البيت وكان أغلق على آمنة الباب خوفا عليها من طارق يطرقها. فقالت فأخذتني، يعني حصل عندها خوف، لأنه قال فلما أحسست بالذي في بطني يريد النزول. قالت ولما يعني يذكر بعض الذين ألفوا في المولد النبوي الشريف، قالت فأحسست بالعطش، قالت فإذا أنا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأحلى رائحة من المسك الأزفر، فتناولتها فشربتها فأضاء علي منها نور عظيم، وإذا بالبيت قد امتلأ علي يعني بأصوات ولغات مختلفات. قالت وبينما أنا كذلك أحسست بالذي في بطني يريد النزول. ولما نزل، لما انفصل عليه الصلاة والسلام من بطن السيدة آمنة رضي الله عنها، لما انفصل من بطنها، لما وقع نزل ساجدا على ركبتيه. نقف هنا. نعم. لان معانا تليفون. طيب. مدام ام علي اتفضلي يا فندم. الو. الو. ايوه اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم فضيله الشيخ لو سمحتي؟ اتفضلي يا فندم مع حضرتك. انا ممكن اسال حضرتك سؤال، يعني
لما اكون مديها حد امانه ويعينها ليا ويرجع ان هو مش يرضى يديها لي، هي ما يرضاش يديها لي انا معاها فلوس وكده، ترجع ينكر ان هو خدع مني. لا وانا عفوا، قلت ان انا الصوت مش واضح، معلش كرري السؤال تاني. ان انا يعني انا اديت حد امانه يعينها ليا، تمام، دي سمعناها. اللي بعديها حضرتك سردتي وهو مش راضي يديهالي، ناكر ان انا ان هو اخدها مني. تمام، انكر خالص ان هو اخدها منك. ايوه، وجيت قلت يعني اجري عليه عدتي يا سين، يعني اللي انا بسمعه الناس لما حد بياخد من حد حاجه ومش بيرجعها بيقرا عليه عدتي يا سين. تمام يا فندم، هنرد على حضرتك. هو قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والنبي عليه الصلاة صلى والسلام، الله عليه وسلم، يعني كمان نتكلم عنه وعن صفاته صلى الله عليه صلى وسلم، الله عليه وسلم، كان يلقب بين قومه حتى الصادق قبل بعثته الأمين. بالصادق الأمين، بل كان كفار قريش يحاربونه ومع ذلك يحفظون أماناتهم عنده صلى الله صلى عليه الله وسلم، عليه وسلم، لأنهم يعرفونه أنه لا يخون. وحتى في ليلة هجرته متار يعني طاردوه وأخرجوه، ومع ذلك أبقى سيدنا علي في على بيته الأمانات. حتى يرد الأمانات إلى أهلها. ف صحيح، يعني ينبغي علينا أن ننظر إلى مثل هذه الأخلاق المحمدية، يعني ننظر إليها، نلتزم بها، نعمل بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة لنا صلى الله عليه وسلم. فالإنسان ينبغي عليه أنه يتقي الله عز وجل، فإذا اتقى الله فلا يأكل أموال الناس بالباطل، يرد الأمانات إلى أهلها. هذا الإنسان ينبغي عليه أن يرد الأمانة إلى أهلها، ولو أنه استطاع في الدنيا أنه يعني بفصاحته أو بقوته ونحو ذلك أن ينكر ما عنده، ولكن عند الله لا تخفى خافية، طيب عند الله تجتمع الخصوم. ده الشق الأولاني من السؤال. الشق الثاني، هي كانت بتقول إنها تقرأ عدية ياسين. هو قديما كان بعض الناس يعني هي عدية ياسين اللي هي سورة ياسين، سورة صح؟ ياسين، بس وذكر أن سورة ياسين لما لما قرأت قرأت له، له. ورد في الحديث: ياسين لما قرأت له. فكان في الماضي كان إذا مرض المريض كان يجتمع 40 رجلا ممن يعني يظن فيهم التقوى والصلاح، وكانوا يقرؤونها مثلا على نية شفائه، فكان يبرأ بإذن الله تعالى المريض من ذلك المرض. هذا هو، يعني هي يجوز انها تعمل كده لإرداد الأمانة. هي تكلمه، تخاطب الإنسان الذي فعل، الذي أخذ منها الأمانة، تذكره بالله حتى يرد إليها هذه الأمانة، أو تلجأ إن كان معها مثلا شهود ونحو ذلك، لها أن تلجأ إلى القضاء حتى يرد لها أمانتها. ولذلك الإسلام علمنا أنه مثلا الإنسان إذا تداين بدين ونحو ذلك فليكتبه، صحيح، حتى لا ينكره، أو حتى إن مات صحيح يستطيع أن يرد أمانته وأن يرد دينه الذي عند هذا الشخص. صحيح، نعم. أفادك الله يا مولانا، بارك الله. نرجع بقى لموضوعنا. فقالوا لما وضعت السيدة آمنة، لما وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزل جاثيا على ركبتيه ما شاء الله، رافعا رأسه إلى السماء. لماذا؟ لأن السماء قبلة الدعاء، مهبط الرحمات، مسكن الملائكة. أما الله سبحانه وتعالى لا يسكن مكانا، لا 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 يعني لا يحده مكان ولا يجري عليه زمان سبحانه وتعالى. كذلك يعني كما ذكرنا أنه من الآيات التي ظهرت لمولده عليه الصلاة والسلام، قلنا ارتجس إيوان كسرى اللي هو القصر والشرف، وسقطت منه 14 شرفة، 14 شرفة، وخمدت نار فارس ولم تخم قبل ذلك ب1000 عام، وجف ماء بحيرة ساوة هذه في العراق. فكل ذلك دليل على، لأنه كل ده كان معروف من الأدلة، من العلامات على ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، على ولادة نبي آخر الزمان. حتى إنه ورد إنه اليهود في المدينة لما ظهر نجم، كان معروف إن هناك نجم صحيح، سيظهر، أنا كنت لسه كان معروف أن هناك نجم سيظهر في السماء. هذا النجم معروف أنه نجم نبي آخر الزمان، إذا ظهر
فمعناه أنه ولد نبي آخر الزمان. سبحان الله، يعني يا مولانا هم مقتنعين نعم، لذلك ومدركين الله قال وواعيين، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن برضو حاربوه، حاربوا الدين. العناد والكبر، هذا سببه، العناد والكبر. فاليهود كانوا ينتظرون أن يكون نبي آخر الزمان منهم، فلما ظهر هذا النجم وقف حبر من أحبار اليهود على جبل في المدينة وصار يصرخ بأعلى صوته: لقد ظهر نجم أحمد، لقد ظهر نجم أحمد. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك لما ولدته السيدة آمنة قالت: خرج معه نور عظيم أضاء لها قصور بصرة في الشام. هي في المدينة وقصور بصرة هذه في الشام، في بلاد الشام، فحتى رأت أعناق الإبل. فمن هنا العلماء قالوا استدلوا على أن هذه كرامة حصلت للسيدة آمنة، الله خرق لها العادة، وده دليل آخر على أنها على مؤمنة. أنها مؤمنة نعم. يعني اللي كانوا بيكذبوا وبيكفروا أعوذ بالله أم وأبو رسول نعم. الله هو ورد الإمام أبو حنيفة قال: أبوي النبي ما مات كافرين. والإمام السيوطي له كتاب، ولكن بعض المطابع لما طبعت حذفت ما فقالوا ماتا، لا هو النسخة الخطية موجود فيها ما مات كافرين. والسيوطي له كتاب في نجاة أبوي النبي عليه الصلاة والسلام. يكفينا قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا يكفي. طيب في ناس كتير بتسأل عن الحكمة إن رسول الله يتربى يتيما، فهل هذا إجلال لما بعد عشان نهتم بالأيتام أكتر؟ لا، هذه فيها شيء أن النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك النبي قال يعني أنا وكافر اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، يعني معناه في منزلة قريبة، منزلة عظيمة. فهذه يعني الإنسان إذا نظر إلى اليتيم ويحنو عليه ويحسن إليه ويكرمه. النبي عليه الصلاة والسلام مات أبوه عبد الله وهو وأمه كانت حامل فيه، بل أيضا من البشائر أنه السيدة آمنة لما حملت بالنبي كانت ترى في كل شهر من شهور حملها، كانت ترى نبيا من الأنبياء، رأت أسيادنا آدم وشيث وإدريس ونوح وموسى وعيسى، كانت تراهم، فكل واحد منها يبشرها بولادة النبي. هذا يقول لها: أبشري يا آمنة فقد حملت بسيد البشر، والآخر يقول لها: أبشري يا آمنة فقد حملت بفخر ربيعة ومضر، من ينشق له القمر ويسلم عليه الحجر والشجر، إلى غير ذلك. حتى في آخر شهر، شهر الولادة، رأت سيدنا عيسى عليه السلام فقال لها: أبشري يا آمنة فقد حملت بالنبي الأمين، وإنك ستضعينه في هذا الشهر. حتى سمعت هاتفا يقول لها: إذا وضعتيه فسميه محمدا فإنه ستحمد عقباه. ومعنى محمد أي كثير الحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من أشهر أسمائه: محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب والخاتم ونبي الرحمة ونبي الملحمة ونبي المرحمة والشاهد والبشير والنذير صلى الله عليه وسلم. نستوقف بقى عند أسماء رسول صلى الله صلى الله عليه وسلم. طه وياسين. طه وياسين في اختلاف عليهم كبير. هو بعض العلماء قالوا أن طه هذه صفة، وبعضهم قال هو اسم له صلى الله عليه وسلم، يعني لا ضير، يعني ما فيش ضرير أو ضرر إن احنا بعضهم قالوا هو صفة، لأنه بعضهم قالوا طه أصلها طأها، لأنه ورد كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يقوم الليل كان يقف على قدمه ويرفع الأخرى، يعني من شدة عبادته لله عز وجل. فنزلت الآيات طه، هذا في قول بعض المفسرين يعني طأها، وبعضهم قال هذا اسم له صلى الله عليه وسلم، يعني لكن الأشهر يعني كثير من العلماء لم يذكر هذين الاسم، يعني لم يذكرهما في ضمن الأسماء. لكن في تفسير قرآني، يعني أنا طبعا لا أفقه أكتر من حضرتك، ولكن مجرد يعني تخمين، في سورة ياسين أول آية بتقول: ياسين ما أنزلنا عليك ياسين والقرآن الحكيم. ما أنزلنا عليك، لا دي كطه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني هو خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب. يعني فبعضهم ذلك قلنا، بعضهم قال هو اسم له صلى الله عليه وسلم، لأنه طيب. الخطاب له طه
ما أنزلنا عليك القرآن وياسين لتشقى. والقرآن الحكيم، نعم ارتبط اسم ياسين نعم بالقرآن والقرآن منزل على نعم سيد الخلق نعم أجمعين. نعم كمان أيضا من الأشياء العظيمة التي حصلت لمولده عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه أن وسلم إبليس رن رنة عظيمة، أصدر صوتا صحيح عظيما يوم ولادة النبي عليه الصلاة صلى الله والسلام، عليه وسلم وذلك لأنه حجب عن أمر السماء، وكذلك سائر الجن ما استطاعوا أن يصلوا، حجبوا عن أمر السماء. صحيح وكذلك كمان إبليس رن رنة عظيمة حين أخرج من الجنة، ورن رنة عظيمة حينما نزلت الفاتحة، سورة الفاتحة، كل ذلك دليل على شأن هذه الأمور. صحيح كمان وسمعت الهواتف البشارة بظهور الحق، في يعني بظهور ولادة النبي عليه الصلاة والسلام. عام ولادة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر العلماء على أنه عام الفيل، صحيح وحصلت فيه القصة الشهيرة أنه كان في ملك الحبشة كان اسمه صحيح إبرهة. هذا إبراهيم الملك يعني لما سمع أن هناك بيتا في مكة الناس تقصده من كل فجر، فقال لم أنا لا أعمل شيئا الناس يأتون إليه، ويقال فعمل بالفعل أنه عمل نعم عمل شيء يشبه الكعبة، بيت من الذهب ونحو ذلك، ثم دعا الناس إليه فلم يأتي إليه أحد، فقالوا له إنك لن تستطيع يعني أن يأتي الناس إليك حتى تهدم الكعبة، حتى لا يذهبون إليها. فجاء بجيش عظيم وكان في مقدمتهم الفيلة، ذلك سورة الفيل، صحيح فكان في مقدمتهم الفيلة، وكان كلما مر يعني على قبيلة خرجت لمقاتلته فيغلبهم، حتى جاء إلى البيت الحرام. قبل أن يدخل عند البيت الحرام الفيلة ما تحركت، وقفت في مكانها، يحركونها إلى جهة الشام، إلى جهة المدينة، إلى أي جهة أخرى تتحرك. فلما يحركونها إلى جهة مكة تقف لا تتحرك، يضربونها، يفعلون بها ما يفعلون. ثم بعد ذلك الله أرسل طيرا أبابيل، يعني كانت في حجارة كانت حجارة تنزل عليهم، حجارة صغيرة تنزل على كل واحد حتى أبادهم الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، إن البيت له رب نعم إن يحميه. البيت له رب يحميه. طيب نتكلم بقى عن طفولة رسول صلى الله الله. عليه طبعا وسلم ما كانش طفل عادي كان عليه الصلاة صلى الله والسلام عليه وسلم. كان يشب في اليوم شباب الصبي في شهر، بسم الله ما شاء كان الله. يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر، ويشب في الشهر شباب الصبي في سنة، صلى أضعاف الله مضاعفة عليه وسلم. وقد قيل في مولده عليه الصلاة صلى الله والسلام عليه وسلم ولد الحبيب، ولد الحبيب وخده متورد، والنور من وجناته يتوقد، جبريل نادى في منصة حسنه، هذا مليح الوجه هذا الأوحد، هذا جميل النعت هذا المرتضى، هذا جليل الوصف هذا أحمد. قالت ملائكة السماء بأسرهم ولد الحبيب ومثله لا يولد، ولد بسم الحبيب الله ومثله لا يولد، صلى الله عليه ما شاء وسلم. الله. وكان في كفالة جده عبد المطلب، ثم لما توفي جده عبد المطلب أوصى به أبا طالب، عمه أبا طالب اللي هو أبو سيدنا علي، فكان يهتم به وبأموره. وتوفيت أمه عليه الصلاة والسلام وهو ابن 6 سنين، وكانت في المدينة وهي راجعة إلى مكة، توفيت بمنطقة يقال لها الأبواء، هذه في الطريق بين مكة والمدينة، فتوفيت فدفنت هناك. ثم النبي كان وهو راجع من المدينة مر على منطقة الأبواء، قال فاستأذنت ربي في زيارة قبر أمي، وأيضا هذا دليل على أنها كانت مسلمة، لأن الله نهى المؤمنين أن يقفوا على قبور المشركين. صحيح فقال استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، فزارها ووقف عليه الصلاة والسلام عند قبرها، وصار يبكي حتى أبكى من حوله من الصحابة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا عليه محمد. الصلاة والسلام. كده يعني احنا خدنا مراحل الولادة نعم والطفولة، نطلع فاصل طيب وناخد نفسنا إن شاء الله ونرجع نكمل. إن شاء الله فاصل وراجعين لكم تاني. بارك الله. ورجعنا لكم تاني، وأنا حابة أبدأ عودتنا بأنشودة جميلة جدا من المنشد يحيى يحيى باصل وصل، نعم صديقنا عزه الله يا رب. بارك الله.
أنشودة اسمها وشوقاه وشوقاه رسول الله وشوقاه صلى الله صلى عليه الله عليه وسلم. وسلم. فأنا حابة أسمعها مع حضرتك ونسمعها مع مشاهدينا الكرام. نسمع الأنشودة ونرجع نكمل حديثنا. طيب احنا في حاجة بس قبل الأنشودة، حاجة مهمة جدا عايزين نتكلم برضو عن موضوع مهم جدا، ألا وهو ألا وهو حكمة ربنا سبحانه وتعالى إنه يقال النبي الأمي. يقال يعني بعض العلماء أجازوها إن عشان ما يكونش حد ليه فضل على رسول الله، أو يقول أنا من علمت رسول الله، ولكن الله عز وجل من علمه. النبي عليه الصلاة والسلام، الله قال النبي الأمي، ورد في القرآن. ومعنى النبي الأمي كما قال علماء التفسير يعني كان لا يقرأ المكتوب ولا تمام. يكتب المقروء، ولكن هذا في حقه عليه الصلاة والسلام معجزة كبيرة. لماذا؟ لأن هذا النبي هو الذي علم المتعلمين، سبحان الله. وكان أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم، كان أفصح الناس لهجة صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني في جانب النبي عليه الصلاة والسلام تشريف، كما ذكرت. وحتى لا وأيضا لماذا يعني ما روي عن النبي أنه كان قبل بعثته أنه ما كان يذكر الشعر ولا يتكلم به، حتى لا يقال عنه أنه يعني كان شاعر يكتب أو الشعر أو يقول الشعر ونحو ذلك. كل ذلك إعجازا للنبي عليه الصلاة والسلام، أنه هذا النبي الذي بعثه الله صلى الله عليه وسلم الذي ما كان يقرأ المكتوب ولا يكتب المقروء. لذلك في صلح الحديبية لما سيدنا علي قال، لما كتب، لما قال من محاذا ما عاهد عليه محمد رسول الله، فقالوا له، اعترضوا على هذه الجملة، فالنبي قال للكاتب امحها، فقال له لا امحها، تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي قال له اين هي، فمحاها عليه الصلاة والسلام بيده، قال اني عبد الله ورسوله، ولكن حتى يبرم معهم هذا الصلح الذي أبرمه معهم. صحيح. فهذه يعني مزية له عليه الصلاة والسلام، يعني هذا النبي الذي كان لا يقرأ المكتوب ولا يكتب المقروء، مع ذلك هو الذي علم المتعلمين، وهو الذي حث الناس على العلم وعلى يعني على أن يتعلموا ما ينفعهم في دنياهم وأخرى صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت أول آية نزلت على سيدنا محمد اقرأ. نعم صحيح. في غار حراء لما نزل عليه سيدنا جبريل عليه السلام قال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ. فقال له ثم ضمه إليه فهدأ، فقال له اقرأ 3 مرات، وضمه في الثالثة ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولكن هنا ارتدف رسول الله، ويعني يعني الوحي برضه كان تأنى لقدام شوي ماشي أكيد. هنا لشدة أمر الوحي، أمره صحيح. عظيم. صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان لما ينزل عليه سيدنا جبريل بالوحي يعني كان يجد رجاله لذلك شدة عظيمة. لذلك في الإسراء أول مرة لما كان هو لما كان عند حليمة السعدية، وبرضه هنرجع الأمور بتربط بعضها. لما كان عادة العرب إن هم كانوا يربوا أبنائهم في البادية، لأنه ده أحسن لصحتهم وإن يطلعوا أقوياء وللفصاحة ونحو ذلك. فكانت تأتي من بعض مثلا من قبيلة بني بكر ونحو ذلك، كانت تأتي النساء وينظرن مثلا إذا كان طفلا يأخذونه حتى يرضعونه ويحصلون على الهدايا ونحو ذلك. فكانت كلما مرت امرأة بالنبي عليه الصلاة والسلام ويعرفون أنه يتيم، فيقولون نحن جئنا حتى نحصل على الهدايا من قومه ونحو ذلك، وهو يتيم، من الذي يعطينا؟ حتى جاءت السيدة حليمة السعدية لما جاءت أول مرة، وكانت يعني حتى لما أتت مع القوم كانت على أتان لها يعني شيء يعني يقولوا كالحمارة، وكانت هزيلة ضعيفة. فلما أتت أول مرة رأت النبي عليه الصلاة والسلام، فحن قلبه إليها، حن قلبها إليه صلى الله عليه وسلم، ولكن هي تريد من يعطيها، من يغدق عليها بالهدايا. فتركت وذهبت، ثم لما عادت
ما وجدت غيره صلى الله عليه وسلم، وهنائها يعني هنيئا لها، هنيئا لها بهذه العطية العظيمة. فأخذته عليه الصلاة والسلام ثم ضمته إلى صدرها، وكان ما كان ينزل اللبن، فأول ما ضمت النبي إلى صدرها نزل منه اللبن من ثدييها. ثم وهي في طريقها راجعة، الأتان التي كانت معها يعني كانوا يقولون لها يعني إلحقي بنا، حتى جاءت هي متأخرة عن القوم. صحيح. وفي الرجوع سبقتهم أولها، كانت أول الركب، فقالوا لها أهذه الأتان التي كنت أتيت بها، ارفقي بدوابنا. كل ذلك من بركاته عليه الصلاة والسلام. بل كانت لما أخذته حليمة السعدية ونزلت في قبيلتها يعني، وكانت يعني أغنامها كانت هزيلة، فلما نزل النبي يعني فتحت عليها البركات ونزلت عليها الأرزاق، حتى إنه أغنامها كانت تتفتق من كثرة اللحم، حتى إن الذين كانوا يعني قريبين منها يقولون لغلمانهم يعني اذهبوا ارعوا في الأرض التي يرعى فيها ترعى فيها أشياه حليمة. بسم الله ما شاء الله، كانوا بيقتضوا بيها كمان. نروح المكان اللي الأغنام بتاعتها بترعى فيه وبتأكل فيه حتى تسمن دوابنا. بسم الله ما شاء الله. كل ذلك من بركات النبي عليه الصلاة والسلام. وأول مرة لما شق صدره الشريف، لما أرجعه نزل سيدنا جبريل وأرجعه وشق صدره وأخذ منه علاقة وهي حظ الشيطان، ثم صحيح. غسله يعني بماء زمزم ثم أعاده كما كان. صحيح. هذا ذلك أيضا من الإرهاصات والأمور العظيمة التي تدل على مكانة النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح، لأن النقطة دي كان فيها جدال برضو. نعم. صح. كل ذلك لماذا؟ من أجل أن يقوى جسده بعد ذلك على تلقي الأوامر والنواهي. لذلك أكيد. كمان في المرة الثانية لما شق صدره ليلة الإسراء والمعراج. لا ده دي بقى قصة تانية لوحديها. بس ولكن هنا ليه شق صدره؟ حتى وأملي ويعني وملئ إيمانا وحكمة وقوة حتى يقوى على تحمل المشاهد العظيمة وتحمل الأمور العظيمة. إنه طلب عليه الصلاة والسلام من سيدنا جبريل أن يصعد معه، فقال إذا لا صعد هو لا لا هو لذلك لما رأى سيدنا جبريل لما رآه على صورته الحقيقية ورآه سادا عظم خلقه ما بين الأفقين، يعني ما بين الأفق يعني عظيم جدا، ولكن في هذه المرة لم يغمى عليه. لماذا؟ لأن قلبه ازداد قوة ويقينا وثباتا. صحيح. صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه الصلاة والسلام. طيب نشوف الفيديو. طيب نشوف الفيديو. وشوقا لرسول الله، اللهم ألحقنا به في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. مولانا بجد أنا بشكرك على الفيديو ده مبدئيا. بجد والله يعني أمتعنا. قالوا بمدح النبي عليه الصلاة والسلام، بمدحه مر الحناجر يعذبه. بسم الله ما شاء الله. مدحه في القرآن الكريم. يعني ربنا يلحقنا به في الفردوس الأعلى يا رب. اللهم آمين. الله يسمعنا. إحنا عايزين نتكلم سريعا لأن الوقت أخذنا. تمام. وطبعا يعني ما فيش أجمل من كده وقت. صلى الله. طبعا رسول الله شاب ونشأ وزيه يعني هو أولا وأخيرا بشر، فطبيعي أنه كان لازم يتزوج. أفضل البشر. ونعمة بالله أكيد. صلى الله عليه وسلم. ورد في الحديث أنه الله أوحى إلى سيدنا آدم لولا محمدا ما خلقتك ولا خلقت الجنة، ورواه الحاكم في المستدرك. معناه أي خلقت الدنيا لأظهر محمدا صفوتها وشرفها صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بل من شرفه سيدنا آدم عليه السلام يكنى في الجنة بأبي محمد صلى الله عليه وسلم، تشريفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل الخلق، أحب الخلق إلى الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا كرم أمة محمد. نعم. عن سائر الأمم. لذلك أول الأمم دخولا إلى الجنة بعد الأنبياء هي أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أول الأنبياء دخولا إلى الجنة هو سيدنا محمد، ثم بعده الأنبياء، وأول الأمم دخولا إلى الجنة هي أمة سيدنا محمد، وهي أكثر أهل الجنة. ورد في الحديث أهل الجنة 120 صفا، 80 صفا من هذه الأمة. بسم
لا ما شاء الله. صلى الله طب ما عليه بالك وسلم. بقى بزوجات رسول سلام. الله، صلى يعني الله إذا عليه كان وسلم. ربنا اصطفانا نعم. وكرمنا، ما بالك بقى بزوجات رسول الله. هنيئا لهن، ما هنيئا شاء لهن. الله. طب نتكلم زوجات عنهم النبي سريعا. عليه الصلاة والسلام، أولا ينبغي أن نبين شيء، ألا وهو ما هي الحكمة من تعدد النبي لما عدد الزوجات، صحيح وهذا له حكم خاص، صحيح أنه كان له أن يجمع بين 9 نساء في وقت واحد، هذا له حكم صحيح خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام سبحان ليس الله لغيره، هذه من الأحكام الخاصة برسول الله. سبحان والحكمة الله من ذلك ليس لأنه كان معلق القلب بالنساء، أو زي والعياذ بالله بعض الأشخاص يعني يقولوا أنه كان نسوانجي والعياذ بالله، لا هذا أعوذ ليس بالله صحيحا، بل هناك حكم شرعية أكيد في يعني من وراء هذا الحكم، ألا وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما يكون في بيته فلما يكثر النساء ينقلن أحواله عليه الصلاة والسلام، فالسيدة عائشة تذكر، السيدة حفصة تذكر، السيدة زينب بنت جحش، أم سلمة وغيرهن يذكرن أحواله الباطنة وأحواله التي كيف يكون في بيته عليه الصلاة والسلام، فيذكرن ذلك وينقلن الأحكام للنساء، وتكثر كذلك أيضا المصاهرة بين قبائل العرب، فيحصل صحيح الألفة والمحبة والتواد، ما شاء أنه الله هذا صهرنا هذا نسيبنا ونحو ذلك، صحيح فيحصل التواد والتآلف والتحاب صحيح بالمصاهرة والنسب ونحو ذلك. صحيح وكمان هؤلاء النسوة يعني أمهات المؤمنين كل واحدة كانت من قبيلة، صحيح فكل واحدة كانت تعلم نساء قبيلتها، فيزداد العلم وتزداد صحيح المعرفة ونحو ذلك، وتظهر الأحكام. كذلك أيضا لما تزوج السيدة عائشة وهي بنت أبي بكر الصديق، تقوية الصحبة والأخوة، ولما وهنا تزوج بنت أبي بكر، نقطة لما تزوج بنت أبي بكر صحيح وتزوج السيدة حفصة، كذلك لتقوية الصحبة بين سيدنا أبي بكر وبين سيدنا عمر وبين النبي عليه الصلاة والسلام، مولانا وزوج أفادك الله السيدة بعلمه. فاطمة لا لعلي. أنا عايزة أقف عند السيدة عائشة عشان دي عليها جدال كبير جدا، احسم لنا النقطة دي، هل هو فعلا رسول الله يعني تم كتب الكتاب زي ما بنقول وهي عندها 9 سنين؟ هو العرب قديما هذه ما كانت عيب عندهم، إنه صحيح هذا كان أمرا مشهورا عندهم، إنه صحيح وكانت يعني وكمان النساء في الماضي ليست كأيامنا هذه، صحيح فكانت يعني البنت لما تصل إلى سن معين مثل هذه السن فكانت تكون يعني إذا بنية قوية ونحو ذلك، ليست مثلا كبنات اليوم صحيح ونحو ذلك، فهذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام صلى لما الله عقد عليه وسلم عليها لما عقد على السيدة عائشة وتزوجها، هذا ما كانت منقصة، وما كان شيئا عيبا عند العرب في صحيح ذلك الوقت، صحيح يعني لأنه بعض الناس المشكلة أن بعض الناس يقيس ما يحصل في أيامنا على الماضي، لا صحيح الزمن يختلف، لذلك لما بيذكر مثلا أنه الإنسان لما المفتي أو لما يفتي في مسألة بيراعي مثلا المكان، بيراعي الأعراف، بيراعي الأمور صحيح والبيئة ونحو ذلك، ليه؟ لأنه متعلق بهذا الشيء. ناخد الموضوع بحيثياته نعم كله صحيح لها حيثيات كثيرة يحتاج لدراسة من نواحي عدة. أكيد فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ده من بعض الحكم في سبب تعداد الزواج. كذلك أيضا فأول زوجة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام هي السيدة خديجة رضي الله عنها، صحيح وهي أول من آمنت به من النساء، بل لو نظرنا إلى السيدة خديجة يعني ننظر كيف تكون المرأة مع زوجها، لما رجع إليها وقال لما نزل عليها الوحي نزل عليه الوحي وقال زملوني زملوني، فالسيدة عائشة السيدة خديجة ماذا عملت؟ استقبلته قالت والله لا يخزيك الله أبدا، فإذا اهدى بقولوا يعني الدافع، فقالت والله لا يخزيك الله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل، وجعلت تعدد له محاسنه، إنك لتصل الرحيم وتكر الضيف وتعين على نوائب الحق إلى غير ذلك، فقالت له لا يخزيك الله أبدا. كذلك أيضا السيدة خديجة كان عمرها قد ايه؟ 50 سنة، ما وهو شاء كان الله عمره 25 سنة صلى الله عليه صلى الله وسلم، عليه وسلم فده كمان يدينا دليل على أي شيء، إنه لم يكن معلق القلب بالنساء، أكيد بل هذه لحكم. فلما أكيد تزوج أول امرأة كانت ثيبة، السيدة خديجة. السيدة خديجة وكذلك أيضا
يعني شوفي، يعني يقول عن السيدة خديجة: كان كلما ذكرها كان يحن إليها صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: إني رزقت حبها. الله، كان يقول: إني رزقت حبها. بل ذات مرة إحدى نسائه قالت له: قد أبدلك الله خيرا منها، فقال: والله ما أبدلني الله خيرا منها، صدقتني حين كذبني الناس. بل كان من محبته للسيدة خديجة، كان إذا دخلت يعني امرأة من صديقات خديجة، من صويحبات خديجة، فيقول: أفسح لها المجلس، إنها من صويحبات خديجة. وكان إذا ذبح شاة كان يأخذ مثلا قطعة من اللحم، يقول: اذهبوا بهذه إلى فلانة، فإنها من صويحبات خديجة. فكان يعرف لها يعني فضلها وحقها حتى بعد وفاتها صلى الله عليه وسلم. هو الذي قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وسلم. بعد يعني احنا وقتنا مر بسرعة، فأنا عايزة أقول لك بجد مولانا، يعني في كمان حديث ورد في الحديث: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني معناه أي جعل في في الميل الطبيعي لزوجاتي من غير تعلق قلبي لذلك. لا ده موضوع تاني بقى، لأن احنا وقتنا خلص. نعم. فبجد يعني أنفعك طب الله. ينفع نذكر الزوجات بسرعة؟ أنه تزوج سريع. خديجة، سريعا، ثم تزوج حفصة، ثم زينب بنت خزيمة، وثم أم سلمة، ثم زينب بنت جحش، ثم تزوج رسول الله جويرية بنت الحارث، ثم تزوج أم حبيبة، ثم تزوج إثر فتح خيبر صفية بنت حيي بن أخطب، ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، وهي آخر من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأولاده كلهم كانوا من خديجة إلا إبراهيم كان من ماريا. أفادك الله بعلمه كما أفدتنا بعلمك. بجد والله مولانا أنا بشكر حضرتك. الله عظم قدر جاه محمد فأناله فضلا لديه عظيم. في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انتظرونا إن شاء الله الحد القادم، وتجدد اللقاء مع فضيلة الشيخ أحمد سمير الأزهري. أستودعكم الله.